أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى تخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إن
صدق الله.